اهلا بحضراتكم مره اخرى، لسه مشرفني ومنورني النجم الكابتن احمد عبد الفتاح المدرب العام السابق لفريق سموحه نجم النادي الاهلي الاسبق. والان فقره 10 على 10. 10 على 10 كابتن احمد، ايجابي سلبي تاخد نقطه، لا تعليق تنقص نقطه، والاجابه في 30 ثانيه. وصورتنا الاولى لاليو ديانج. ايجابي طبعا. ايجابي. طبعا انا شايف ان احسن الصفقات اللي اتعملت في النادي الاهلي في العشر سنين اللي فاتت لاعب افريقي من اللعيبه المميزين جدا 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 يعني. وانا شايف زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل ده ان هو رايح في حته تانية خالص. انا شايف ان يعني مثلا لو سنتين كمان رايح في حته في اوروبا فرقه جامده جدا يعني. شوف السؤال اللي بعد كده. رامي ربيعه برضه ايجابي. رامي من اللعيبه الرجاله في النادي الاهلي، مشكلته ان هي الاصابات بس اللي كانت بتجيله فترات بتبعده فترات طويله، لكن لو لولا الاصابات دي كان رامي هيبقى موجود في منتخب مصر طبعا على مستويات اعلى وعلى ماتشات اكتر. رامي من اللعيبه المميزه والرجاله في النادي الاهلي. عظيم. شوف الصوره اللي بعد كده. محمد هاني ايجابي برضه. هاني عليه ضغط اعلامي شويه، بيكرروا كتير باللعيبه اللي كانت موجوده او خلال السنوات اللي فاتت. كانت احمد فتحي بقاله مثلا 10 سنين بيلعب في المكان ده، بيقارنوه بيه. بس محمد هاني يعني شكل تاني واداء تاني. انا عايزه بس يخلي باله من الحته الدفاعيه شويه، يحاول يقوي الحته الدفاعيه عنده شويه، لكن هو لعيب مميز جدا، كورته حلوه قوي هجوميا، لعيب عظيم، لعيب مهاجم يعني نقول باك عصري. صحيح. اتمنى له التوفيق ان شاء الله. الصوره اللي بعد كده. حمدي فتحي. برضو ايجابي. حمدي من الديفندرات اللي مستقبلها جاي وهيحجز مكانه اذا كان في النادي الاهلي او منتخب مين مصر. الاثنين اللي لعبوا في وسط ملعب النادي الاهلي؟ حمدي فتحي، اليو ديانج، اليو ديانج، عمرو سريع، عمرو سريع، حمدي فتحي. اختار اثنين؟ ما في وقت ممكن يلعب ثلاثه يعني، بس لو انت الثلاثه جاهزين عندك تلعب بمين؟ طبعا انا شايف السوليه اكيد واليو ديانج. حمدي اذا كان بس المستقبل جاي لي ومن اللعيبه المميزه جدا، ممكن برضو افكر في اماكن كتيره جدا ممكن نلعبها، لكن هو روح حلو. الصوره اللي بعد كده. انا بعتذر لك ان انا بجري عشان الوقت بيروح مننا. رمضان صبحي. بالنسبه لي طبعا سلبي. سلبي. طموحات غريبه او حسابات غريبه ان انا اكون لسه عندي 22 سنه احسن الموضوع مادي بس. لكن لا يعني برضو كل بني ادم، انا غيرك وانت غيري وحساباتي غيرك. انت شايف انه خد قرار خاطئ؟ بالنسبة لنا شايف ان هو خاطئ. كان ممكن يبص للماديات دي بعد مثلا 5-6 سنين، كان ممكن هتجيله الفلوس دي. نشوف السؤال اللي بعد كده. صالح جمعة. صالح من اللعيبة اللي مفروض تبقى في حتة تانية خالص. لعيب كبير، اداء كبير قريب جدا من اداء، نقول مثلا لو فكرنا في عبد الله السعيد، صالح من الناس القريبين اللي ممكن كان ياخد مكان عبد الله في النادي الاهلي، لكن هو اتاخر كتير قوي. شوف السؤال اللي بعد كده. مروان محسن. مروان من على المستوى الشخصي انا بحبه جدا. على المستوى المهني. لعيب كبير جدا، مهاجم جيد جدا، بس في لعيبه ما عندهاش قبول شويه، او الجمهور بالنسبه له مش بيشوفوه زي المدير الفني. يعني انا كمدير فني او مدرب بطلب منه حاجات معينه، مش لازم المهاجم اللي يحرز لي اهداف، لكن مروان من اللعيبه الجيده جدا واشتغل من فتره طويله جدا، كان بتروجيت والاسماعيلي ومنتخب مصر. لا مروان من اللعيبه الجيده. صحيح. جدا. السؤال اللي بعد كده. كابتن حسام البدري. طبعا كابتن حسام تاريخ كبير جدا، اذا كان النادي الاهلي بدا من مدرب عام ومع مستر جوزيه، واذا كان منتخب اولمبي وانديه كبيره، اذا كان ماسك انبي وفرق كبيره جدا. شايف نفسك انك ممكن توصل لمنصب مدير فني للنادي الاهلي؟ لا انا شايف انها هتبقى صعبه. هتبقى صعبه. انا طبعا بس الاحلام مهم. انا تيجي تحلم برضو مش لا هتبقى صعبه يعني فتره النادي الاهلي، بس اتمنى طبعا وجودي حتى في جهاز النادي الاهلي. عظيم. شوف الصوره اللي بعد كده. طارق حامد. ايوه طبعا طارق من اللعيبه المجتهده جدا يعني، ابتدي مثلا كان في سموحه مجهود كبير جدا لغايه ما حجز مكانه دلوقتي في منتخب مصر ونادي الزمالك. لعيبه الرجاله، لعيبه اللي اتطور في ادائها كتير جدا، والباقي الاعمده الاساسيه اللي كان نادي الزمالك ومنتخب مصر. شوف الصوره الاخيره. رانيا فايلر. ايجابي. طبعا مستوى النادي الاهلي معاه السنه دي في شكل، في اداء، في
اداء هجومي، بس انا شايف ان الحته الدفاعيه شويه المفروض تظبط شويه في النادي الاهلي. بتلعب في النادي الاهلي الدوري، لكن في ماتشات افريقيا كان في قصور في بعض الاماكن او قصور في بعض التكتيك الدفاعي. اتمنى ان شاء الله تدرج الموقف الفتره الجايه دي، وان شاء الله يبقى النادي الاهلي في شكل تاني خالص. كابتن احمد حضرتك شرفتني ونورتني، شكرا جدا، دايما بسعد بوجودي مع حضرتك حبيبي. شكرا لك كابتن احمد فتاح. شكرا. ده كان ضيفنا الاخير في هذا اليوم من برنامجنا بي اون تايم، كابتن احمد عبد الفتاح المدرب العام السابق لفريق السموحه نجم النادي الاهلي الاسبق. اشوفكم يا رب على الف خير.